شاء الله بلادنا تتسقم وتولي احسن واحسن ان شاء الله يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا عليه تربحوا. المهم قلت لكم عندك واش تشوفوا خاوتي، شوف هذا الوزين يخدم الحطب، وهنا يا نخرجوا للطريق الكبيرة، هنا يا مازال الاخضرار وكاع، لكن دوكا هكذا نخرجوا للطريق. صوروا منا الله يبارك وزيد صوروا من حنا طريقنا هذه هي. شوف اقبض ايوا شوف هذا لاري، شوف لاري، شوف لاري تاعهم في المانيا، لاري كيفاه داير، شوف وشوف البيوت تاعهم تاع الريف الله يبارك. شوف نطلعوا الزجاج الله يبارك ما شاء الله، اللهم ادمها نعمه وافتحها من الزوال ان شاء الله تكون في بلداننا العربيه. حنا ما على بالناش دوكا ما ظنيتش، لكن على 10 سنوات 15 20 سنه لقدام يمكن تجي جيل مثقف، يجي جيل متفهم، يجي جيل اللي يخدم قلبه رب، يمكن يسقموا الاوطان تاعهم. ديجا راهي بدات من دوكا شويه خير من اللي دائما خير من اللي فات. المهم ربي يحمينا ويحفظنا ان شاء الله. وهذه هي المانيا، المانيا الجميله الرائعه النظيفه، يحبوا بلادهم ما يحبوش يوسخوا بلادهم. شوف هنا يمشي 70 يمشي 70، القانون فوق الجميع، ما كاش المحسوبيه، كل حاجه في مكانها سبحان الله. دائما نقول يا دار الجنه كيفاه دايره، كاين بزاف اللي يقول لك منا، باسكو حنايا المانيا تختلف، كاين 16 ولايه كل ولايه باش تمتاز. مثلا لو كان تروح جيت برلين ما كانش عندهمش الاخضرار هذا، حنا لان نسكنوا في الغابه السوداء، نسكنوا في وسط الغابه السوداء، راكم فاهمين خاوتي، حنا نسكنوا في الغابه السوداء بعد حنا مثل سويسرا، حنا عندنا الحدود مع سويسرا على بها. كاين بزاف يعيش في المانيا يقول لك اه والله سويسرا احسن فيها الاخضرار، لانه ما يعرفش منطقه البادن فيرتنبرغ وشويه من الباير هما اللي فيهم الاخضرار. حنا بعد حنا البادن فيرتنبرغ هي اللي فيها اكثر اخضرار، لان الغابه السوداء تعقب منا. شوف ما شاء الله، شوف الديار شحال شابين، شوف الله يبارك ما شاء الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. شوف جمال جمال الاشجار دوكا خاوتي، اخضرار ولا بقوه. واش حبيت نقول لكم، مازال في شهر 5 يولي الاخضرار اكثر، وهذاك هو الشهور اللي يحب يروح يسافر ويحوس ويستمتع بال يجي الاماكن. لا اله الا الله محمد رسول الله، اماكن كيما هذو تاع البادن فيرتنبرغ وكاين الغابه السوداء، ولا يروح لسويسرا، سويسرا ثاني فيها سبحان الله اخضرار كيما هنايا. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. شوف كيما الفيديو اللي فات اللي درت لكم، طلعنا حتى الفوقة تلقى كاين ربع ديار دايرينهم لي زوتيل هما يسكنوا تم، ودايرينهم موتيل، وتلقى دايرين مقاهي لي ريستورون، الناس تجي تشوف الآثار ويجوا. الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، صلوا عليه. تبارك الله احسن الخالقين. المهم خالتي هنايا دور الكاميرا عندي، هنايا خالتي نقول لكم تهلاو في رواحتكم، نحبكم في الله، صلوا على رسول الله، صورنا لكم حاجه اللي لازم نصوروها. حبيناكم تشاركوا معنا الفرحه اللي راني فرحانها انا، وهرمون السعاده يخرج نهار اللي تحوس كما قال هذاك تعالى لنبدا سعاده جديده. انا اليوم كنت في سعاده جديده، واليوم نختم سعاده ان شاء الله.
هلا غير وحديكم، نحبكم في الله، صلى الله عليه وسلم وتلاقوا في ساعة زينة نزيلة. سلام.